السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية، تفاعل الحضارات، الجزء الأول أو الحصة الأولى، الصفحة 21. إذا نبدأ بقراءة النص المقترح. إذا لاحظوا معي الشكل، أولا على مستوى الشكل فالنص عبارة عن رسالة. لماذا؟ لأن هناك إذا مكان وزمان، كذلك هناك يعني عبارة افتتاحية، إذا هناك عبارة الختام كذلك، وهناك المرسل أو التوقيع. إذا القاهرة في 13 يناير 1951. ابني الغالي، تحية ملؤها الحب والشوق، أكتب إليك هذه الرسالة وأنت في رحلتك إلى أوروبا. لقد جئت في مفترق الطرق بين جيلنا وجيل من قبلنا أو من قبلنا وجيلك، ويخيل إلي أن الفرق بين جيلك وجيلنا أكبر جدا من الفرق بين جيلنا وجيل آبائنا، لأنك تتأثر بالحضارة الغربية أكثر مما كنا نتأثر ويتأثر آباؤنا. إنك الآن في زمن قد مسحت فيه كل القيود، واختلط، إذا هنا واختلط الشرق بالغرب، واختلط الشرق بالغرب، واختلطت المدنية الشرقية بالمدنية الغربية، وأصبح يمكنك أن تفطر مثلا في مصر وتتغذى في فرنسا وتتعشى في إنجلترا، وهي إحدى الأعاجيب التي ما كنا نحلم بها. وليس هذا بالأمر الهين، فمعناه أن الحضارات تتلاقح وأن منافع الناس تتلاقى، وخير لك أن تقابل عالمك في ثوبه الجديد فتتأقلم معه وتسايره. إن العالم اليوم كبوتقة الصائغ تصب فيها كل العناصر من شرق وغرب وقديم وحديث، ثم تستغل كلها ليؤخذ خيرها، وهي تتطلب من الإنسان أن يكون مرنا واسع الصدر. ونصيحتي أن خير ما تواجه به هذا الزمان سعة دراستك، سعة دراستك وانتفاعك بما في كل من الشرق والغرب من مزايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرسل أبوك أحمد أمين. إذا السؤال الأول هو الشكل. إذا بعد شكل الكلمات نمر إلى التفسير. أفسر معنى الكلمتين الآتيتين حسب سياقهما في النص. إذا السؤال الثاني، إذا معنى المدنية، المدنية، المدنية هي الحضارة، الحضارة، ثم تتلاقح، تتلاقح يعني تمتزج، تمتزج وتتداخل، وتتداخل. السؤال الثالث، هل صحيح أن بإمكان المرء أن يفطر في مصر ويتغذى في فرنسا ويتعشى في إنجلترا؟ بطبيعة الحال الأمر صحيح، الأمر صحيح ووارد في عالم اليوم، ليس في الماضي، كان الأمر مستحيل فيما مضى، لكن اليوم وارد جدا في عالم اليوم أو في عصرنا الحالي، لأن وسائل النقل الحديثة سهلت الأمر وأصبح السفر يسيرا جدا. يعني ممكن أن تفطر في مصر وتتغدى في فرنسا وتتعشى في إنجلترا. ما وسيلة التنقل التي يصفها صاحب الرسالة بالأعجوبة؟ إذا هنا الوسيلة التي
يصفها صاحب الرسالة بالأعجوبة هي الطائرة. إذن فيما مضى الطائرة لم تكن موجودة بل هي اختراع حديث، وبالتالي عندما تقول مثلا عندما نقول بأنه يمكن أن نقطع آلاف الكيلومترات في ساعات قليلة، إذن كان الأمر أشبه بمزحة إذن وأشبه بشيء مستحيل. سؤال الموالي، أشرح في سطرين العبارة الآتية: إن الحضارات تتلاقح ومنافع الناس، أو إن منافع الناس تتلاقح. إذن المقصود من العبارة بأن انفتاح الحضارات يسهل تبادل الثقافات وانصهارها وامتزاجها، كما إذن يمكن أن نقول كذلك كما يسهل أو ييسر تبادل الخبرات والعلوم والمنافع إلى آخره. السؤال السادس، أبدي رأيي في نصيحة أحمد أمين لابنه. إذن أتفق مع نصيحة الأب، لأن العاقل منا يعني جميعا عليه أن يأخذ بمنافع العلوم والتكنولوجيا، يعني يجب أن نستفيد من منافعها ونتجنب، يعني ليست كلها منافع، إذن هناك سلبيات، ونتجنب أضرارها ومساوئها. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الأخير، وينتهي الفيديو. موعدنا إن شاء الله في الحصة القادمة، دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.